أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل 6 إرهابيين وتدمير 14 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع. وذكرت الخلية أن حصيلة الممارسات الأمنية خلال الأسبوع الماضي شملت مقتل 6 إرهابيين وتدمير 14 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابية. وأضافت أن القوات العراقية تمكنت خلال العمليات الأمنية من تنفيذ أوامر قبض بحق 42 إرهابيا مطلوب تقديمهم للقضاء العراقي.